بعدين نقطة إنه قال الأولياء بيحيوا شنو؟ وبيميتوا. سمعتوا في أول المقطع قال عندنا الأولياء، الأولياء طبعا بيقصد بهم شيوخ الصوفية، قال بيحيوا وبيميتوا يعني من دون الله. انتوا عارفين الخنجر أخذ العقيدة دي من وين؟ وشيخه منو؟ شيخ الخنجر في العقيدة دي إنه في ناس بيحيوا وبيميتوا هو تلميذ للنمرود بن كنعان عليه لعنة الله إلى يوم الدين، تلميذه بالمناسبة في العقيدة دي. ربنا قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. المناظرة بين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود بن كنعان والمحاجة، والمناظرة دي كانت في شنو؟ كان في الموضوع ده ذاته، المناظرة كان في الموضوع بتاع الخنجر ده ذاته نفسه. والله بالنص، مش الخنجر قال الشيوخ بيحيوا بميت ولا سمعكم لها تاني؟ سمعك بس الجزئية الأولى تاني. ونفسه على الخنجر قالوا له يبيد المطر يذلل المطر خليهم، الأولياء بيحيوا وبيميتوا. سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ دي عقيدة النمرود ابن كنعان لعنه الله. وربنا قال كده في القرآن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. النمرود قال شنو؟ قال أنا أحيي وأميت. عقيدة الخنجر ولا ما عقيدته؟ ما يقول كلام سمعته هسه؟ قال في النهاية ده بيقول غير الله بيحيي وبيميت اللي هو النمرود، والخنجر قال شيوخ الصوفية بيحيي وبيميتوا، يعني غير الله بيحيي وبيميت نفس الموضوع. بالنص 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 قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. صاحبك ما قدر فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالبيقول أنا بحي وبميت أو شيوخنا بيحيوا بميتوا ده كفر يا ناس، وهي عقيدة كافر من أكبر الكفار في الدنيا وهو النمرود بن كنعان. دي عقيدة الصوفية الليلة، عقيدة النمرود بن كنعان هي عقيدة الصوفية الليلة. والله يا جماعة إذا ده ما صلح شرك وكفر حتى أبو جهل وأبو لهب ما وقعوا في قدره بالمناسبة وهم كفار. إذا ده ما صلح يا سودانيين والتصوف ده ما كفرت به جملة وتفصيلا وتركت القبب والطرق الصوفية القاعدة تدعوكم إلى الشرك بالله ليلا ونهارا سرا وجهارا، حالكم يا سودانيين ما بيصلح أبداً.